نظرا لقرب موسم الامطار بدات مديريه مجاري نينوى بحمله الاستعداد لموسم الشتاء القادم، ومن ضمن هذه الحمله هو كري الوديان، حيث بدات مديريه مجاري نينوى بكري الوديان بكلا الجانبين الايمن والايسر. ونحن الان في موقع اليابسات، حيث ان المديريه تقوم بكري هذا الوادي بالاضافه الى وديان اخرى شرعت المديريه باعمال الكري في هذه المناطق. لكن للأسف بالقرب من هذا الوادي هناك كميات كبيرة جدا من الأنقاض والنفايات. لوحظ عدم تعاون المواطنين من خلال رمي هذه النفايات وهذه الأنقاض قرب من الوادي، حيث أنها تؤدي أيضا إلى إعاقة طريق المواطنين. نتمنى على الإخوان في بلدية الموصل وخاصة في قطاع التجاوزات بإجراء التعاون مع مديرية مجاري نينوى لغرض إزالة هذه الأنقاض وعدم السماح للمواطنين برمي الأنقاض في هذا الموقع.